عودة لكم مشاهدينا من جديد، عودة لمتابعة محطات أمسية النيل وبرنامجكم من عمان، والحديث عن تقرير المنظمة العالمية للملكية الفكرية الذي أعلن عن تقدم السلطنة 8 مراتب في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2021. تفاصيل هذا الإنجاز برفقة ضيفتنا الكريمة. نرحب باسمكم مشاهدينا بالدكتورة شريفة بنت حمود الحارثية، المديرة العامة للبحث العلمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ومديرة الاستراتيجية الوطنية للابتكار. مساء الخير دكتورة شريفة، ونبارك لكم هذا التقدم المحرز في منظومة الابتكار العالمي. مساء النور أختي بيان، شكرا جزيلا على الاستضافة. نبدأ نتحدث عن العوامل التي ساهمت في تقدم السلطنة في هذا المؤشر 8 مراتب كما ذكرت لعام 2021. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نتوجه بالشكر لله سبحانه وتعالى أن هيأ لنا الأسباب أن نتقدم هذه المراتب الثمانية في الوقت التي تمر فيه عماننا العزيزة والدول العالم بهذه الأزمات. كذلك أتوجه بالشكر إلى زملائي في القطاع وكذلك زملائي في المركز الوطني للإحصاء، لأنه تحقيق هذا الارتفاع كان يتوجب أن يكون هناك متابعة حثيثة من المؤسسات داخل السلطنة وكذلك المؤسسات اللي هي الدولية التي تقوم بإصدار هذه المؤشرات. أتوجه بالشكر خاص إلى شباب عمان من الجنسين، لأنهم في هذا المؤشر بالذات أحدثوا الفارق، وإن شاء الله سوف نتحدث عن ذلك بعد قليل. فخلال هذه الأزمة أن نتقدم 8 مراتب هذا شيء كبير، نعتبره إنجاز كبير جدا لله الحمد. تقدمنا في مخرجات الابتكار 19 نقطة أو مرتبة، وتقدمنا في مدخلات الابتكار نقطة واحدة، وهذا بفضل التكاتف الجهود بين الجهات. وتوجه بشكر كبير جدا لكل الجهات اللي تعاونت معنا وبالفعل استطاعت أن تقدم البيانات في الوقت المناسب، البيانات التي تعكس الواقع الحقيقي لما يجري داخل السلطنة. تكامل الأدوار والجهود في منظومة الابتكار في السلطنة ساهم أيضا بشكل كبير في تقدم السلطنة كما ذكرت في حديثي، بالإضافة إلى أن الشباب صنعوا فارقا حسب حديثك. نتحدث عن المؤشرات التي حققت فيها السلطنة تقدما ملحوظا. السلطنة طبعا حققت تقدم ملحوظ في عدد من المؤشرات الفرعية، منها مثلا مؤشر التعليم العالي هي 10 على مستوى العالم، كذلك مؤشر نسبة خريجي العلوم والرياضيات من إجمالي خريجي الطلبة في السلطنة الأول على مستوى العالم، وتشاركها طبعا دول أخرى. لدينا أيضا مؤشر التطبيقات الرقمية، وهذا هو شكر للشباب، قفزنا خلال العامين الماضيين تقريبا أكثر من 70 نقطة. العام الماضي قفزنا 55 نقطة، هذه السنة لله الحمد وصلنا 23 على مستوى العالم في هذا المؤشر، وهذا يدل على تجاوب الشباب مع متطلبات هذه المرحلة والمرحلة القادمة. أيضا هناك بعض المؤشرات اللي حققنا فيها إنجاز اللي هي المؤشرات الرقمية، البنية الأساسية مثل البنية اللوجستية مؤشراتنا جدا ممتازة، البنية الرقمية مؤشراتنا جدا ممتازة، مخرجات الإبداع اللي فيها أصلا اللي هي مؤشرات إنتاج أو التأسيس أو إطلاق التطبيقات الرقمية، الحمد لله حققنا فيها إنجازات طيبة. نعم، في الجانب الآخر أيضا تمت مؤشرات حصلنا فيها على مراكز متأخرة، نود أن نضيء أيضا هذه المراكز. صحيح، من واجبنا أن بالفعل نظهر التحديات للجمهور حتى نحصل على الحلول لهذه التحديات. من أهم المؤشرات اللي نحن متواضعين فيها مؤشرات مخرجات المعرفة والتكنولوجيا، وهذا السبب لأنه إذا كان عندك مدخلات جيدة لابد أن يكون لديك مخرجات جيدة. مدخلاتنا في المؤشرات البحث والتطوير متواضعة جدا. نعم، لما نتحدث عن هذه المدخلات ماذا تقصدين عندما تقولين مدخلات دكتورة؟ كتوضيح للمشاهد العام أيضا. نعم، المدخلات هي مجموعة من المؤشرات توضح مدى استثمار هذه الدول في البنية أو في المنظومة الوطنية للابتكار أو المنظومة الوطنية للبحث العلمي. من ضمنها مثلا على سبيل المثال الاستثمار في الانفاق على البحث والتطوير. نحن هذا المؤشر متأخرين، العام الماضي كنا 85، تراجعنا هذه السنة أصبحنا 90.
فعندما يكون الإنفاق على البحث والتطوير متواضع فطبيعي جدا مخرجات المعرفة والتكنولوجيا تكون متواضعة، فهذا شيء منطقي. ولكن ما نحتاج إليه في هذه الفترة، خاصة ما يتعلق بالإنفاق على البحث والتطوير، ما نحتاجه هو تنظيم هذا الإنفاق ومحاولة تحفيز شركات القطاع الخاص للمساهمة في الإنفاق على البحث والتطوير. يعني على سبيل المثال الدول المتقدمة إنفاق القطاع الخاص تقريبا يوازي 70% من الإنفاق الإجمالي على البحث والتطوير، والحكومة يكون 30%. حاليا نحن إنفاق القطاع الخاص متواضع، ولكن لله الحمد في الفترة الأخيرة هناك تجاوب كبير جدا من قبل الشركات، وخاصة الشركات التابعة لجهاز الاستثمار، وأنا شخصيا أوجه لهم تحية لأن التجاوب كبير جدا من قبلهم. لدينا إن شاء الله بعد أسبوع معاهم ورشة عمل حتى نساعدهم على أو نحفزهم على أو نتعاون معهم على المساهمة وتحفيزهم على المساهمة في الإنفاق على البحث والتطوير والتركيز بالفعل على الأنشطة إنتاج المعرفة. نعم دكتورة، في كثير من الأحيان وضوح الطريق والرؤية يساهم بشكل كبير في تقدمك في هذا الطريق. اليوم صورة من صور هذا الطريق أو أسلوب إيضاح هذا الطريق وجود استراتيجية وطنية للابتكار، وأنت تترأسين هذه الاستراتيجية. لو نتحدث عنها ونعطي المشاهد نبذة عن الاستراتيجية الوطنية. نعم، الاستراتيجية الوطنية للابتكار هي مرتبطة ارتباط مباشر باللي هي المؤشرات. يعني نحن وضعنا مؤشرات، المؤشر العالمي للابتكار وضعناه كمقياس لقياس أداء الاستراتيجية الوطنية للابتكار. لله الحمد الاستراتيجية الوطنية للابتكار هي متناغمة تماما مع رؤية عمان 2040، بحيث أن ذات المؤشر موجود في رؤية عمان 2040، وكذلك أصبح الابتكار هو في صميم الأولويات 14 الموجودة في رؤية عمان 2040. المرحلة الأولى سميناها اللي هي من 2017 عندما اعتمدت الاستراتيجية من قبل مجلس الوزراء الموقر حتى 2020، سميناها اللي هي مرحلة قطف الثمار، وهي تفعيل المبادرات الحقيقية في على أرض الواقع. هذه المرحلة نسميها هي مرحلة التمكين، وهي متواكبة مع خطة عمان اللي هي الخطة الوطنية العاشرة. مرحلة التمكين تبدأ من عام 21 إلى عام 25، وعملية التمكين تتطلب عدة مكونات رئيسية، أهمها التشريعات المرنة. يعني ضروري جدا إذا فعلا نريد أن نحدث فارق أن يكون هناك تشريعات مرنة لقطاع أو لمنظومة البحث العلمي والابتكار. كذلك تنظيم الإنفاق اللي تحدثنا عنه ومساهمة القطاع الخاص بشكل واسع في هذا المجال، بالإضافة إلى البنى الأساسية خاصة ما يتعلق بمراكز الابتكار. نعم. ومراكز البحث والتطوير. نعم، أنا أختم هذا الحديث دكتورة بالحديث عن المؤشرات العالمية بشكل عام. نعم. كيف اليوم تعد أيضا خارطة الطريق بالنسبة. نعم. للدول في تتبع تطورها. نعم. ومكانتها بين الدول في منظومة الابتكار بشكل عام. نعم، إحنا لو نقرأ اللي هو تقرير المؤشر العالمي للابتكار نلاحظ في البداية في مقدمة هذا المؤشر يذكر أن هذا المؤشر يقيس اقتصاديات دول 132 دولة، بمعنى أن هذه المؤشرات 80 مؤشر أو 81 مؤشر أصلا مرتبطة ارتباط مباشر باقتصاديات هذه الدول. لذلك نحن بالنسبة لنا هذه المؤشرات هي مثل البوصلة تساعدنا على تطوير سياساتنا، تطوير إجراءاتنا، يعني رصد الثغرات إذا كانت موجودة هذه الثغرات. فعادة المؤشر الابتكار العالمي يقيس تماما المكونات الأساسية في أي منظومة من المنظومات الوطنية للابتكار. نعم، كل توفيق لكم وإن شاء الله مراكز متقدمة أخرى تحرزونها من خلال عطاءاتكم وتكاملكم مع الجهات المعنية والشباب على وجه التحديد في هذا القطاع. دكتورة شريفة بنت حمود الحارثية، المدير العامة للبحث العلمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، مدير الاستراتيجية الوطنية للابتكار، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا، أحسنتي. ونتواصل معكم أيها الأحبة إلى آخر متابعة من أمسية الليلة من برنامجكم من عمان.